تصريح وتعليق ابتديها معاكم باول تصريحاتنا من الكابتن حسام غالي. حسام غالي امبارح كان ليه تصريح بيقول اتوقع مواجهه الاهلي واتحاد جده في المونديال. اتكلم طبعا الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي عن قرعه كاس العالم للانديه انه هيقابل الاهلي الفائز من مباراه اوكلاند سيتي او اتحاد جده وقال بتوقع تأهل اتحاد جدة ان هو يواجه الاهلي. الفريق السعودي طبعا عنده كوكبة كبيرة جدا من النجوم الكبار بعد التدعيمات الرائعة والاخيرة اللي قام بيها، متوقع انها تكون مواجهة الاهلي مع شقيق اتحاد جدة هتكون مواجهة قوية. الفريق السعودي قوي لكن النادي الاهلي عنده الحوافز وعنده الدوافع عشان يقدم مباراة قوية وان هو يفوز طبعا على اتحاد جدة. بيقول النادي الاهلي كمان كبير وعارف ان هو ازاي يوصل لمراحل متقدمة بكاس العالم للأندية، وده طبعا بخصوص الخبرات الكبيرة جدا اللي عند النادي الأهلي. دي أبرز التصريحات اللي قالها الكابتن حسام غالي بعد القرعة بالأمس، اللي بتأكد طبعا على ثقته الشديدة في النادي الأهلي، مكانه، بيته، نجومه، أيضا الجيل الحالي المتواجد حاليا ما بما حققوه من إنجازات في كأس العالم للأندية وباقي البطولات. الراجل مش قلقان، مش خايف طبعا على اللعيبة، رغم أنه اتحاد جدة السعودي عندهم نجوم كتير جدا، لكن يتحدث على النادي الأهلي وهو يعرف قيمة القلعة الحمراء بنجومها وأنها تكون منافسة شرسة وقوية وممتعة في نفس التوقيت. إمام عاشور أيضا بعد مشاركته مع النادي الأهلي أول ماتش يعني بعد أصعب 4 شهور في حياتي، بيقول أنه كان بالنسبة له ماتش مهم جدا وأنه عبر عن أصعب فترة في حياته بعد ما خاض أول مباريات مع النادي الأهلي أمام ألومينجي السلوفيني في المباراة اللي انتهت لصالح المارد الأحمر ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بيقول أول ماتش ليا بعد 4 شهور إصابة، يمكن أصعب 4 شهور مروا عليا في حياتي. بحب أشكر كل الناس اللي تعبت معايا ودعموني.